معنا ياسر بعد التحية. هذه القمة سوف تبدأ بعد ساعات قليلة تحديدا عند الساعة 5 تقريبا بتوقيت القاهرة. ما هي أبرز الملفات التي يمكن أن تكون على طاولة القادة، وهو أول اجتماع من نوعه يجمع بين قادة الدول الثلاث خارج إطار القمم الكبيرة؟ هي أول قمة مصغرة تجمع بين الدول الثلاث. يعني بداية تحياتي لك همام وللسادة المشاهدين. هذه القمة دعني أقول لك بأنها وصفت أنها بالقمة المهمة، هكذا وصفتها كل وسائل الإعلام الأمريكية حتى وغير الأمريكية. يعني نتيجة، يعني هناك أسباب كثيرة، من هذه الأسباب أن يتجمع الفرقاء، حيث أن اليابان في العام 1910 وحتى العام 1945 كانت تحتل شبه الجزيرة الكورية الجنوبية، وأيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن هي المرة الأولى التي يدعو زعماء خارج الولايات المتحدة الأمريكية للانعقاد في كامب ديفيد في ولاية ميريلاند. لكن هناك مواضيع كثيرة ومهمة للغاية همام على طاولة هذه القمة، منها التفاهم العسكري والتدريب، أيضا هناك تباحث سوف يكون عن امتلاك والحصول على أسلحة نووية لكوريا الشمالية. أيضا من يعني الأشياء المهمة في هذه القمة أنها لن تكون الأخيرة، هكذا البيت الأبيض بالأمس قد وضح هذه المسألة بأنها سوف تكون همام قمة دورية وسنوية. أيضا البيت الأبيض بالأمس قد نفى تماما أن تكون هذه القمة يعني سوف تكون خصيصا لمناقشة يعني المجريات للصين، بل قال البيت الأبيض على اللسان المتحدث باسم البيت الأبيض أنها قمة سوف تبحث التعاون المشترك بين الدول الثلاث. الولايات المتحدة الأمريكية همام دعني أقول لك بأنها مؤخرا يعني تذهب إلى التكتلات العالمية. كان هناك تكتل ثلاثي بينها وبين بريطانيا وأيضا بين استراليا، حتى أنها منعت في هذا التكتل أن تعطي فرنسا غواصات نووية لأستراليا، وحازت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الصفقة. كان هناك أيضا تكتل أمريكي رباعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأيضا الهند وإنجلترا، هذا التكتل أيضا هام للغاية. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية همام لكل هذه التكتلات، حيث أن الساحة في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي هي منطقة صراعات، وأيضا التقارب الكبير الذي تعلمه ويعلمه السادة المشاهدين بين الصين وروسيا. هناك أسباب أعلنت بالفعل لي يعني، والمحللون قالوها في تحدثوا عنها في كل وسائل الإعلام التي قد ذكرتها من مسائل عديدة، ولكن هناك بطبيعة الحال أسباب مهمة وكواليس لهذه القمة ربما لن تفصح عنها وكالات الأنباء أو يفصح عنها البيت الأبيض. سوف يكون هناك أخيرا همام، سوف يكون هناك لقاء يعني ثلاثي للزعماء الثلاثة أمام الصحفيين ليدلوا ببعض ما جاء في هذه القمة. بلا شك هي قمة كبيرة، هي قمة يحسب لها ألف حساب، وتنتظرها الصين وأيضا ينتظرها العالم، وروسيا أيضا تنظر إلى هذه القمة بنظرة يعني فيها من الريبة الكثير. ياسر نور الدين مراسلنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.